باحتياط يعادل 3 ملايير طن من الحديد الخام، تتجه الجزائر لاستغلال أهم حقول الحديد في العالم بالتوقيع على أولى عقود تطوير مشروع عملاق لاستخراج مكامن من جميع غار جبيلات في أقصى جنوب غرب البلاد. ميغا بروجي، يعني مشروع ضخم فيه كل وزارات تقريب عندها الدور تاعها تلعبوا، وباش ننميو كل هذه المنطقة نتاع تندوف من بشار ونهبطوا حتى لتندوف. يعني فرصة كبيرة باش ننمي المنطقة هذيك، خاطر باش نستغل المنجم الكبير تاع غراج بيلات لازم نجيب الطريق، نجيب السكة الحديدية، نجيب الماء، نجيب الغاز، نجيب الكهرباء. وهذه فرصة باش يمكن ننمي ونستغلوا بصفة يعني كبيرة، إنتاج كبير، وفي نفس الوقت نقدر نلبي الطلبات نتاع المنطقة هذيك للسكان أو للزراعة أو للصناعة. المشروع المدمج سيتم تنفيذه بإنجاز وحدات نموذجية لتقليص تكلفة الإنتاج في أعقاب تجاوز العراقيل التقنية لتخليص الخام من مادة الفوسفور بشراكة صينية وروسية. حسب المنتوج احنا اليوم توصلنا عن طريق هذه المخابر الصينية وروسية باش نقلص، وصلنا للنسبة اللي هي مقبولة باش يكون عندنا منتوج مقبول، وإنما لازم نكمل باش ندير وحدات نموذجية في الجزائر باش نحسن هذه الطريقة اللي نصنع بها المنتوج، وباش نخفض من الكلفة. الكلفة يعني واش نستهلك ككهرباء، كمواد تدخل في صنع المنتوج، باش يكون المنتوج تاعه في النهاية يكون يعني كومبيتيتيف في السوق، قادرين نبيعوه يعني بأثمان مقبولة. من شأن الاستثمار أن يوفر للبلاد واردات بنحو 2 مليار دولار من الحديد الخام في غضون العامين المقبلين. رانا نستورد في أكثر من 500 أو 600 مليون دولار استيراد، وغدوة يعني على 2 3 نوصل 2 مليار دولار. ولهذا قررت الحكومة باش نشوف كيفاش يعني نقلص من الاستيراد، والفرصة كاينة عن طريق غراج بيلات، هو المنجم الوحيد يعني اللي عنده طاقة كبيرة يقدر يلبي الطلب. استغلال غار جبيلات سيمكن الجزائر من مضاعفة إنتاجها من الحديد من 5 ملايين طن حالياً لبلوغ 12 مليون طن سنوياً في آفاق 2025.